الفلوجة بعد استعادتها بدت كمدينة منكوبة ومدمرة، ومخاوف من عرقلة الميليشيات لعودة الأهالي إلى منازلهم. غداة استعادة الفلوجة، القوات الحكومية تبدأ عملية عسكرية لتأمين الطريق الواصل بين الفلوجة والرمادي. الكشف عن مزيد من الانتهاكات الطائفية والقتل الممنهج بحق المدنيين الهاربين من جحيم المعارك في الفلوجة. مصير مجهول ينغص حياة نازحي الأنبار وسط عجز حكومي عن تلبية متطلباتهم وتأمين عودتهم لدياريهم.